أهلا وسهلا فيكم بقناتي It's never too late لن يفوت الأوان. اليوم جاي فيديو جديد عن دي جي اي اف بي في، حابب احكي عن المانيو والمود، كيف الواحد للمبتدئين كيف الواحد يبلش فيه. بدي اشرح عن مبادئ المانيو والمود، كيف الدرون بيطير، مبادئ الدرون كيف الدرون بيطير، مشان نعرف مع بعض كيف نتحكم بالدرون. بعد منا بدي اعمل تجربة طيران صغيرة بالسيميليتر واشرح فيها انا ليش هيك عم اعمل. اذا كان هذا الموضوع بهمكم بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، وفي مواضيع كتيرة جاية بالمستقبل عن درونات وعن الشغلات الشغلات العلاقة بالهوايات، بتمنى منكم الاشتراك بالقناة لانه هذا بيكون كتير دعم لإلي. اهلا وسهلا فيكم، بشوفكم بعد الانترو. اليوم رح اعمل معكم، جايب هون تجربة صغيرة مشان نعرف كيف الدرون بيشتغل، بالاضافة لحاول اشرح لكم عدة شغلات. اول شي نحكي عن الدرون ذات نفسه وكيف هو بيطير. هذا درون الاف بي في معي. طبعا الدرون عمليا كل الدرونات بالعموم عندها مراوح باتجاهها بشكل عمودي عن الدرون. هذا الحكي معناته انه دائما قوة الدفع اللي عنا اياها باتجاه واحد اللي هو اتجاه الاعلى بالنسبة لكل محرك. هلأ الدرون كيف بيعمل، كيف بيروح يمين كيف بيروح شمال، كيف بيقدم لقدام كيف بيرجع لورا، كيف بيطلع لفوق كيف بينزل لتحت، كيف بيدور، هذا الحكي لحاول انا اشرحه في فيديو اليوم. اول شغلة بالنسبة للميلان لقدام والميلان لورا، فهي شغلة بسيطة، المراوح اللي هون بتشتغل بشكل أقوى بتخلي الدرون كلياته يميل، أو بتشتغل بشكل أقل بالتعامل مع المراوح اللي قدام، يعني كل مروحتين مع بعض بيتعاملوا مع بعض بيشتغلوا مع بعض، يا أما بيقلبوا الدرون بالشكل لفوق أو بيقلبوه للشكل لتحت. طيب الحركة لفوق كل المراوح مع بعض تشتغل بحيث إنه ترفع الدرون لفوق او تنزله لتحت، يمين شمال. الدرون عمليا ما بيقدر يطلع يمين وشمال الا عن طريق انه يميل بهالشكل هذا. فهالمراوح اللي هون بتشتغل اقوى من المراوح اللي هون بيميل الدرون، وبالتالي بناخذ الحركه اليمينيه، ونفس الشيء بالنسبه لموضوع الحركه الشماليه. صفي عنا موضوع الدوران لليمين والشمال اللي بيحققها الدرون، رح نشوف هلا بشكل عملي كيف هذا بيتم. هاي هون انا عندي محرك صيني على الكهرباء، وفي عندي هون محول طاقة بيعطي فولت مختلف بالنسبة، بيقدر اتحكم انا بالفولت عن طريق هذا الزر. هلا لاحظتوا اول ما شغلت المحرك فتل من حاله. هذا الحكي سببه حصرا انه في قوة ممانعة تشكلت نتيجة الدوران المحور الداخلي خلق ضد الغلاف الخارجي للمحرك، ادى انه ينتع المحرك بهالشكل هذا لهالطرف. انا هلا عم امشي بحركة ثابتة، وبالتالي المحرك تبعي بتلاقوه ثابت. هلا اذا حاولت اني زيد السرعة بشكل مفاجئ شو رح يصير؟ شايفين؟ المحرك فتل بسرعة لاتجاه اليمين. هلا رح خفف الحركة بشكل مفاجئ، نوّس الحركة بشكل مفاجئ، رح نشوف شو رح يصير. الموتور فتل بالاتجاه المعاكس. نفس الشيء بالنسبة هذا الحكي نفسه ذاته بيتطبق بالنسبة للدرونات هاي. فنحن هون عنا المحركات هدول يا اما بيقووا بطريقه معينه بحيث انه يامنوا الدوران لاتجاه اليمين، او بيضعفوا لحتى يامنوا الاتجاه بالشكل للجهه اليساريه، او انهم بتشتغلوا مع بعض بطريقه منظمه بحيث انهم يخلوا الدرون ثابت. طيب هلا هذا الحكي بيطرح نفسه، طيب ما كل الدرونات مثلا عم تفتل كل المحركات عم تفتل بهذا الاتجاه،
هل هذا الحكي مزبوط؟ وإذا تحركت كلياتها بنفس الاتجاه، مو لازم الدرون أول ما يشتغل يفتل معنا كلياته باتجاه واحد ويضل عم يفتل يفتل لحتى تخلص هاي الحركة؟ هذا الموضوع مزبوط. فلذلك نحن بنشوف بأي درون في عنا نوعين من الشفرات، نوع من الشفرات اللي هو A ونوع من الشفرات اللي هو B. شو الاختلاف بين الشفرات A و B؟ هذا الموضوع كتير كتير مهم. هلأ هاي هون أنا كامش نوعين من الشفرات، نوع من الشفرات اللي هو نوع A ونوع من الشفرات اللي هو نوع B. أنا كيف عرفت إنه هاي A وهاي B؟ هل هو مكتوب عليهم؟ رح أطلع أنا الشيء اللي عم شوفه. اتجاه هون سهم مغاير لاتجاه سهم الدوران بهذا الدرون، من ورا كمان ما كاتبين لا A ولا B. كيف بدي أعرف إنه هاي A وهاي B؟ ببساطة هون حاطين لكم دائرة أورانج، وهون حاطين لكم عن المحرك نقط أو شحطات بالأورانج. هون هاي هذا المحرك كله أسود، وهون ما في دائرة بالأسود، فلذلك بعرف أنا بكل سهولة إنه هاي B وهاي A، ونفس الشيء بالعكس لهنيك. هلأ هدول في هون لزقات، بنصحكم تعملوا شغلة أول ما قبل ما تبلشوا الطيران بهالدرون، إنكم تقيموه، لأنه ممكن يغيروا بديناميكية الهواء ويؤدوا إنه الدرون، رغم إنه الدرون محركه يعني كتير قوي، هذا النوع من الدرونات محركه كتير قوي ما حيأثر. حتى شفت في ناس حطوا جو برو فوق وطاروا بالجو برو والدرون طارت وما حكيت شيء، ولكن يفضل إنه نقيم هون لأنه ما لهم لزوم. عنا نحن العلامات اللي حاطتهم الدي جي آي هن علامات كافيين لأنه نحن نعرف أني الـ A وأني الـ B. الشفرات اللي من نوع A ميلانا بهذا الاتجاه، الشفرات من نوع B ميلانا بالاتجاه المعاكس، محطوطين هن بعكس بعض بطريقة معينة، بحيث أنه إذا فتلت المحركات ضد بعض، هلأ ممكن المحرك هذا يفتل على اليمين المحرك هذا يفتل على الشمال، ولكن كنتيجة نحن درجة الفتل على اليمين فتلة درجة هون الفتل على الشمال نفس الشيء بالنسبة للمحركات الأمامية، هذا الحكي رح يقتل القوة الناجمة عن المحركات اللي بتسبب الدوران اللي شرحته من شوي. وبالتالي لما يبلش دوران المحرك بسبب النظام اللي عاملته الدي جي اي رح يطلع الدرون بشكل أفقي، ما رح يدور لا يمين ولا شمال. بتمنى هذا الموضوع يكون شرح كافي. هذا الحكي كتير كله حكيته ليش؟ لسبب أساسي. هذا الدرون، هاي الدرونات، الأنواع من الدرونات بتنساق بطريقة كتير مختلفة بالمانيوال مود عن درونات الجي بي اس أو درونات السينما المعطاة لنا بالدي جي آي. شلون الدرونات اللي من الدي جي آي أو درونات السينما بتنساق؟ أنت عندك زر يمين وزر شمال. هلأ بالنسبة للنورمال مود، سبورت مود ودرونات السينما كلهم رح يشتغلوا بنفس الطريقة. أنا عندي هذا الزر، إذا قدمته لقدام الدرون بإعداد أحد الإعدادات، ممكن أنا أشكل من الإعدادات بحيث أنه يختلف كل زر كيف بيشتغل، ولكن بالعموم بالديفولت الدرونات رح تكون موجوده بهالطريقه هي، انا او يعني من المصنع رح تجي بهالطريقه هي اذا ما غيرت الاعدادات. اذا دفشت اليسار لقدام الدرون هي رح ترتفع لفوق، اذا قمت ايدي الدرون رح تثبت بارضه، اذا رجعته لورا الدرون رح تنزل لتحت. هلا اذا درته على اليمين او درته على الشمال الدرون رح تفتل يا على اليمين يا رح تفتل على الشمال. طيب هلا الدرون اذا حركت هذا على اليمين الدرون رح تميل شوي ورح تفتل بهذا الاتجاه، اذا حركته على الشمال رح تميل شوي وتفتل بالاتجاه المعاكس، اذا حركت لورا الدرون رح ترجع برجوع، اذا حركت لقدام الدرون رح تقدم لقدام. طيب انا ليش عم احكي كل هذا الكلام؟ هذا الكلام لأنه ببساطة إذا نحن عم نشتغل بالنورمال مود أو بالسبورت مود هذا الكلام متطابق مع الدرون الـ FPV اللي جاي من الـ DJI. هل هذا هو سواءة الـ FPV؟ طبعا كليا لا. سواءة الـ FPV رح تتغير، سواءة الـ FPV
عمليا بتقلب، لما نقلب هذا الزر للمانيوال مود نغير اعدادات من البدايه، اعدادات بسيطه بقلب المانيو تبعيت الدرون الاف بي في بالفيديوهات الجايه اللي حاحكي عنهم، وبالاضافه الزرار هذول نغيرهم من الوضع اللي هو وضع العادي اللي مثل هاد انه الدرون الزر بيرجع برجوع، للوضع المانيوال اللي هو انه الزر بالنسبه للقدام ولورا بيثبت بمحله ولكن بضل فيه الارتجاع بالنسبه للاطراف، نفس الشيء بالنسبه للزر الثاني. هذا الحكي ليش ضروري؟ هذا الحكي ضروري لانه نحن هون عم نسوق بالمانيوال مود. طيب هلا بدنا نحكي على شغلات، نتفق على اساسيات بالنسبه لكيف نسوق الدرون بالمانيوال مود. اول اساسيه اللي هي بدنا نسمي الزرار، نحن تسمية بيني وبينكم مشان تكون اسهل علينا، كيف انه نتعلم الخطوة الاولى لسواقة الـ FPV او المانيوال مود. طيب عنا هذا الزر اللي هون بنسميه زر البنزين. انا اذا بقول، اذا لحقلكم مثلا بدنا شوية بنزين زيادة معناتها انا عم حرك الزر لقدام، بدنا نخفف بنزين معناتها بدنا نرجع الزر لورا، اذا ثبتناه بمحله معناتها نحن عم نعطي نفس القيمه من الطاقه او المراوح عم تفتل بنفس القدره، معناتها نحن عم نعطي بالعموم يعني اذا كان عندنا سياره عم نعطي نفس كميه البنزين. هذا اللي على اليمين شغلته فقط انه بيميل لي الدرون، يميل لي البوز لقدام، رح نسمي هذا المنطقه الاماميه من الدرون البوز، يا اما رح يميل لي الدرون البوز لقدام لتحت، رح يميل لي البوز لتحت او يرفع لي البوز لفوق. طيب الزر اليساري لما رح افتله على اليمين او افتله على الشمال، هذا رح يفتل لي الدرون، رح يفتل لي البوز يا اما على اليسار يا اما رح يفتل لي البوز على اليمين. بالنسبه للاتجاه هذا اليمين والشمال فرح يعمل عملية تدوير للدرون. طيب اتفقنا لهون؟ اتفقنا. هلا بنجي على الناحية، القسم الثاني من الفيديو اللي هي الناحية العملية. إذا كنتوا ما بتعرفوا كيف توصلوا السيميوليتر وكيف تشتغلوا بالسيميوليتر، أنا عامل فيديو ماضي عن السيميوليتر، شرح كامل للسيميوليتر، بتمنى أنكم تشوفوه. راح يكون فيه شرح بالتفصيل الممل، بتمنى أنكم ما تعملوا سكيب لمقاطع الفيديو، صحيح اني رح اكون شوي ممل بالفيديو ولكن في معلومات كتير مهمة. ايما تفصيل صغير ممكن يختلف معك بموضوع السيميليتور. رح نوصل هلا للدرون اللي هون. هذا الحكي شرحته كله بالفيديو الماضي كيف رح نوصل للدرون. هلا هون عنا لازم ندير بالنا بشغله. هلا انا بالنسبه للنورمال مود ولا سبورت مود رح نلاقي انه عم يحطوا لنا سهمين انه قرب شو اسمه، قرب الزرار لبعض مشان نبلش ندور شفرات الدرون يبلش يكون جاهز للطيران. بالنسبة للمانيوال مود بس لنقلبه بتلاقي بيقولوا لك نزل هاي لتحت، لأنه مثل ما اتفقنا هاي بنزين، متى ما عطيت فيها شوي الدرون رح يطير. الشغلة الثانية بعد ما ننزل لتحت بيقولنا كويس كبستين هون مشان يشغل المحرك، يعني هاي مثل زر الستارت أو زر البداية بالنسبة للدرون. طيب هلأ رح نبلش بالطيران، رح اشرح انا شوي شوي شو رح اعمل. اول شغلة، اهم شغلة، انه هذا الزر اليميني رح احطه بالنص تماما بشكل متعامد مع الدرون. ليش؟ لانه الدرون ما بدي لا يمين لا يمين لا شمال، لا لا البوز لا لقدام لا لورا، لا يمين ولا شمال. بعد منها بدي اكبس كبستين. انا هلا بلش يدور شفرات المحرك. هل ممكن نسمع صوت الدرون من هون؟ إذا علينا الصوت رح نسمع هالشغلات. كبست كبستين
طفت الشفرات، راح صوت المحرك، كبست كبستين، عم نسمع صوت الشفرات. رح نوّس هلا انا الصوت لانه رح يكون مزعج شوي بالنسبة للدرس، بس حبيت اني سمعكم الصوت انه الشفرات بجد عم تدور. هلا اول شغلة بنعملها، بنبلش نحن مثلا بزاوية، زاوية الدرون تبعنا، زاوية الكاميرا تبعنا صفر. طبعا زاوية الكاميرا كتير مهمة، هلا بشرح لكم ليش. بلشنا نطير لفوق، عطيت بنزين لقدام. طبعا البنزين ما باخده للاخير ولا الدرون بيضل عم يطير. هلا انا بصير بطلع على الناحية اليسارية السفلية من ال من عندي من الكاميرا او من النظارات، هلا شوف الارتفاع، الاتش الهايت. الارتفاع عندي هلا بحدود 30 متر، بس الدرون شبه ثابت بمحله. الديستانس لساعتها صفر، يعني الديستانس او البعد لساعتها صفر. طيب هلا لحتى امشي لقدام انا كيف لازم امشي لقدام؟ كيف بقدر امشي لقدام؟ لازم البوز تبع الدرون تبعي يميل بزاوية صغيرة خفيفة لقدام. كل ما زدت ميلان البوز، كل ما انه الدرون عندي رح تسرع عندي السرعة لقدام. هلا رح ابلش ميله بزاوية خفيفة، ميلت البوز باليمين، وبدي اعطي شوية بنزين شوي زيادة لقدام. اذا حسيت الزاوية كتير مالت برجع بعدل شوي فيها. رح ميل لهون لحتى ما بعد كتير. طيب هلا انا طيب ماشي ميل البوز لقدام ما عم شوف شيء، طيب كيف بدي احسن من هذا الموضوع؟ بدي عدل زاوية ميلان زاوية ميلان الكاميرا. وانا لقيت نوعا ما احسن شيء بالنسبة لسرعة مقبولة نوعا ما بزاوية 15. اذا ميلتها بزاوية 15 وشو اسمه، صرت حاطط الصورة عندي بشكل أفقي، فأنا هون بالنهاية شو عم يصير؟ عم أمشي لقدام بسرعة نوعا ما خفيفة. هلا أنا إيدي بالتنتين عم يتعاملوا بين اليمين والشمال، إني عم حاول أنا نوعا ما وازن بين الميلان لقدام والسرعة، والميلان لورا، وإني خفف السرعة. بالنسبة للإيد اليمين البنزين تقريبا شبه ثابت، أنا عم زيدها شوي لما أيامات بحس الدرون نزلت لتحت. طيب هلا إذا بدي أفتل بفتل باليمين، شايفين نوعا ما مالت الصورة، صار الانعطاف معي عم يمشي لقدام ويفتل يفتل شوي بالكاميرا. عملنا كراش وخبطنا الدرون. طيب هلا رح نرد نرجع نحكي بموضوع التحكم على اليمين وعلى الشمال. ننزل لتحت. هلا انا روحت البنزين بالمرة مشان انزل بسرعة نوعا ما. طيب ما خبطنا بالشجرة، عملنا كراش. رح نرد نرجع لنقطة البداية، معلش. هلا انا بدي احكي على موضوع. هلا عندي الزاوية تقريبا 15، اوكي هي مقبولة الزاوية بالنسبة للسرعة نوعا ما عادية. هلا سرعتي تقريبا 5 متار بالثانية. كل هالمعلومات تبقى موجودة بالزاوية اليسارية من الشاشة من تحت. هلا لما بدي انا الدرون اخده على جنب نوعا ما، هو عم يمشي لقدام اخده على جنب، او اذا هو ثابت نوعا ما واقف اخده على جنب. هذا الحكي كيف بنعمله؟ بالطرف اليساري، بس بفتل على اليسار، شايفين؟ هلا نوعا ما انا عم امشي على اليسار بالشكل المعاكس، بمشي على اليمين. هلا لو انا البوز تبعي كان مستقيم بشكل عمودي، ساعتها الشيء اللي رح يكون انه انا رح امشي بدون ما امشي لقدام، رح امشي يا على اليسار يا على اليمين. طيب هلا انا فتلت هيك، اذا بدي اعدل الشاشة نوعا ما بحرك بالاتجاه المعاكس للجهة المغيرة. طيب هلا رح نعمل تمرين صغير، نحاول نحط لنا هدف انه بدنا نحققه، وبعد منا نحاول نعمل هالتجارب مع بعض. هون بلش هلا التدريب العملي على موضوع
السواقة بالمانيوال مود. طيب هلا شو عنا الهدف؟ عنا الهدف تقريبا هو هالمثلث هاد بالزحليطة، شايفين الزحليطة؟ أنا بدي أحاول، هو هذا هدف كتير كبير، بدي أحاول بس كأنا مبتدئ إني فوت من المثلث. هذا الحكي طبعا ما بلش معي من يوم وليلة، أنا عم أتدرب كل يوم، بتدرب لمدة تقريبا نص ساعة ساعة، وبحاول إني أعمل هالتجارب هي مع بعض. هلا أوه ما قدرنا نعملها، معلش بنرد بنرجع، بنرد بنرجع نرجع لورا بشكل مسافة كافية، بنرد بنرجع بنحاول نعمل التجربة مرة تانية. نحاول هلا نجي، شايف حالي انا تحت شوي، برفع بعطي بنزين زيادة، بعود برتفع لفوق، لانه انا مايل، انا مايل بهالشكل، لما بعطي بنزين ما عم امشي بس لقدام، عم ارتفع لفوق كمان. طيب هلا نوعا ما مرتفع انا شوي، بخفف بنزين. طيب رح نحاول نرد شوي، نعطي سرعة. أوه أخذنا أخذنا أول تجربة بنجاح. هلأ التجربة الثانية، لحاول إني أنا أجي من تحت جذع الشجرة، حاول إني أنا مرر من تحت جذع الشجرة التحتاني. الشجر على فكرة هي أكثر الأهداف الصعبة نوعا ما. وصلنا الموضوع، كمان نجحنا، نفتل، نحاول، انا عم افتل نوعا ما بالجهتين، شايف، مشان اخلي الكاميرا ثابتة. هلا الشغلة التجربة الثالثة اللي بدنا نعملها مثلا سوا، شايفين هدول المربعات اللي فوق بعض بالمبنى اللي قدام مني، بدي احاول اطلع بالمربع الفوقاني الاخير، امرق من ضمن هالفراغ هذا اللي عاطيني اياه. أوه نوعا ما شبه اني مرقت، ولكن ما بعتبر انه هذا الموضوع نفذ ب100%. اليوم شوي ايامات بتحس سواقتك يوم عن يوم بتختلف، ف معلش تحملوا معي. اوه خبطنا، طيب بدنا نعيدها. بالنسبة للسيميليتر أو المحاكي، كتير كتير ضروري تتدربوا فيه يا أخوات، كتير كتير ضروري. أنا ما ممكن إني وقف إنه أقول لكم إنه ما لازم تتدربوا. طيب خلينا نحاول نمرق بين سيارة تراكس، بين الشباك والصندوق تبع التراكس، هنحاول نمرق. مرقنا، ممتاز. هلا رح نحاول نمرق بالمربع. طيب مرقنا، ممتاز. هلا شايفين البوابة اللي تحت مني هاي اللي هون، رح احاول اني امرق من تحت البوابة كتمرين بس للتحكم. طيب هلا رح ننزل رح ننزل البنزين للاخير، مشان انزل نوعا ما بشكل افقي، رح اعطيها بنزين مشان ما يخبط. اه خبطنا، كان لازم اعطيها بنزين قبل بوقت. هلا رح احاول امشي، امرق من تحت من باب، من تحت الباب، من تحت البوابة، ممتاز. رح أعرض عليكم فيديو لناس بجد محترفين، يعني نوعا ما قد ما بتتدربوا على هذا السيميليتر قبل ما تبلشوا بسواقة الدرون،
نوعا ما يعني قد ما بتتدربوا ما بقولكم حاجة، ما بقولكم كفاية، لأنه درون عندنا نحن قيمته 700 يورو. إذا انكسر هالدرون حتى لو عندك الدي جي اي كير بدك تدفع 200 يورو إضافية بغير ال 200 وتقريبا 50 يورو اللي دفعتهم أنت لحتى تحصل للاشتراك السنوي تبعت الدي جي اي كير، تقريبا 250 يورو 225 يورو ما تذكرت المبلغ تقريبا، حط لكم اياه. بس نوعا ما انا برايي انه الواحد شو اسمه يتدرب بهذا المحاكي احسن من موضوع انه يشتغل بالدرون بشكل فعلي وانه يكسره. هلا حاول فوت من هذا الفراغ، لحاول اني حاول اني ارجع شوي. هلا لغيت البنزين، انا عم نزل بسرعة كبيرة. ميل البوز لقدام شوي مشان زيد السرعة. بدي احاول امرق نوعا ما من هذا الفراغ اللي فوق اللي بين التوتية تبع الزحليطة والخزان، اليمين ولا الشمالي؟ يمين شمالي. حاول امرق على اليمين. اه خبطت. طيب هذا السبب عم قلكم انه السيميليتر مهم. طيب هلا بنرد بنرجع ناخد مسافة. كبيرة طبعا نوعا ما الدرون هذا، بالنهاية نحنا هدفنا من هذا الدرون انه نصور بأماكن ضيقة، نقدر ندخله من ندخل الدرون من أماكن بالعادة الدرون العادي ما بيرضى يدخل فيها، وناخد صور قدر الإمكان تكون الصور انسيابية سموث. هذا الحكي لحد هلأ أنا نوعا ما ما عم أقدر أحققه. والشغلة اللي بحب كمان أطمنكم عليها إخواتي إنه موضوع الشيء اللي اسمه دوار البحر، نوعا ما هلأ مع السواقة مع تحسن السواقة عم يخف الموضوع، ممكن على موضوع تعودي أنا بالنسبة للنظارات عم يخف موضوع دوار البحر. هنحاول نرد نعمل التحدي اللي اتفقنا عليه. آخ خبطنا. طيب هلا التحدي اعتبر نص حققته، بالمستقبل ممكن اعمل فيديو تاني فرجيكم كيف ممكن نحقق التحدي بشكل احسن. هلا لحاول فوت بي الشباك هذا المبنى، نحاول فوت من الشباك اليميني. ما قدرت. طيب هلا لحاول انزل زاوية الكاميرا الخمسة. هذا الحكي شو رح يعمل لي؟ رح يخلي الدرون لما يمشي لقدام وانا مستوي بالدرون رح يخلي سرعة الدرون نوعا ما اخف. هذا الحكي رح يعطيني تحكم شوي اكبر. هذا الحكي انا لاحظته نوعا ما. بالمستقبل نوعا ما التحكم تبعنا رح يكون احسن، ف نوعا ما رح نقدر نطلع بسرعات اعلى شوي. ما تقدرت المرة الماضية كنت نوعا ما عم سوق بشكل احسن، ما بعرف شو صار علي اليوم، بس يعني نوعا ما هذا موضوع قلة التدريب، كله بالتدريب بيصير. رح نحاول نجرب.
سبب الاهتزاز الكبير اللي عم يصير بالصورة، عم نحس بدوخة. يلا هلا نتركوا هذا التحدي، هلا نرد نحاول بشق هذا اللي بقلب السطح كبير نوعا ما شوي، نحاول نطلع من قرنه، نفوت من قرنه، نطلع من قرنه. المحاكي يا جماعة قد ما بقدر قد ما ممكن شد عليه، يعني ما بعطيه حقه. يعني المحاكي كتير مهم كتير مهم. نحاول نمشي لقدام. ندخل بالبيت هنيك. المرة الماضية كنت أحسن نوعا ما بالمحاكي. رجعت للزاوية 15 نوعا ما. هلا هون صرنا نحن بقلب البيت نوعا ما، صار التحكم نوعا ما. هلا مثل ما انتم شايفين بالنسبة للارتفاعات بدي يكون كتير دقيق بالارتفاعات. امتى ممكن الواحد يقول لحاله انه صار منيح كتير بال اف بي في؟ انا بصراحة بقدر لكم لما تصيروا تقدروا تفوتوا بهالبيوت وتطلعوا نوعا ما بدون كراش. هلا بعرض لكم فيديو عن واحد عم ينزل الدرج ام كأنه عم يركض الركض. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم يعني، بس صراحة هالشغلات لازم تقدر تعملها بالسيميليتر بالمحاكي. في درج بقلب هذا البناء، يعني لما تصير تقدر تعمل هالشغلات هاي بالمحاكي معناتها انت نوعا ما صرت نوعا ما جيد بالحياة الواقعية. ممكن انك ما تعمل كراشات، هذا أهم شيء. نحن هدفنا الأساسي من المحاكي هو إنه ما نعمل كراشات. نطلع من هالأبنية. نحاول نرد نفوت بالنسبة للبيت من فوق. قدرنا نجيبها اللقطة. بالمستقبل رح أحاول أتعلم كمان حركات، نوعا ما في حركات بالنسبة للدرون معترف عليها. إخواتي الكرام، بتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم اليوم. بتمنى إنكم تكتبوا لي بالتعليقات شو الشغلات اللي ممكن إنه الواحد يعملها. انا للاسف الجو عندي كتير كتير سيء لهالسبب، ما عم اقدر اصور فيديوهات خارجية بالنسبة للدرونات، شغلات عملية. رح احرض عليكم كليب شلون جو اليوم، اول يوم من العيد، شلون جو مطار الاسبوع الجاي، توقعاته كلياته مطار عنا ببرلين. بتمنى انه يكون الفيديو نال اعجابكم. بتمنى انه اذا ما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة، هذا دعم كبير لإلي. واذا كتبتوا لي بالتعليقات بكون كتير مشكوركم. نحن لازم نشارك مع بعض أفكارنا وآرائنا مشان نحسن المحتوى. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، بشوفكم فيديو جاي.